موجز الأخبار من أي بي سي نيوز عربية، أهلا بكم. العراق والأردن ومصر يبحثون آلية التعاون الثلاثي والإسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة. المندلاوي يؤكد للسفير التركي يجب الإسراع بحسم ملف المياه بشكل نهائي. متلبسا بالرشوة، النزاهة تضبط مديرا في الخطوط الجوية. الشمر يتوعد مرتدي النوادي الليلية من الضباط بعقوبات شديدة. بأقل من 11 دولار للبرميل، العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر. وفي الأخبار الدولية، بسبب الوظائف الشاغرة، كندا تعلن حاجتها لقرابة 1.5 مليون مهاجر. تأهب أمريكي سعودي بعد معلومات عن هجوم إيراني وشيك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.